الثامن من شروط الصلاة ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة. Эми 7-чи намаздын шарты деген бул авратын жабу. Адам намазга турганда толук авратын жабы турган кийимди кийиш керек. Нам. Аурат аль-мара аль-хурра аль-балига кулл аль-бадан аура. Ла бут тугатти жамиъ аль-бадан илля вожха. Ва инд аль-аджаниб тугатти хатта аль-вожх. Нам. Аль-мара аль-хурра аль-балига. Мара хурра ва балига. Кабира лиса ас-сагира. Ла бут тугатти жамиъ аль-бадан илля вожха. Ва инд аль-аджаниб تغطي حتى الوجه. نعم. أجانب يعني عند غير المحارم. نعم. غير والدها الزوج الأخ الأبناء. نعم. إيمي أورات جواردا أيالدن أورات قندي دكيندي أيال نماز قطر قندا باردك دينيس أورات بوليس بترد وشو جزءنن باشكا جزءنن باشكا. أيقدر ده وشو نماز أقصد كم وصو أراسنا باشكا وشو توغان ميس جاكم توغان محرم ميس آدم ده جرغان وصو. دمك بول ده داجي بيزنن وشو بيتن ده جزءن ده جاوش كريك ملت بول. أيال وشو. نعم. والرجل يستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. نعم. دمي يرككترن دمي عورات جاوز خان ده ديند. وش عندكتن باشتاب تزجع وشين جاوش كرك سوسوس. جانا وشون دولي. إيكي يينين جاوش كرك. جانا تولك وشو يسنن ودا قيمين دقيش كرك. نعم. لأن الآن عندما يصلي على ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه يأخذ كامل الزينة في الصلاة يكون في أكمل زينة عندما يصلي لله سبحانه وتعالى والله أعلم. دمك أدم نمازك ترقان دا الله تعالى قرآن دا بيزك بيرقان دا سيختو إين جاكش زينة تانب إين جاكش قوز دونب نمازك تروش كريك أنكيني بول الله خا يبارات كلو أبالي الله تعالى بيلوچو.